إذا متابعي العدس الأشهر والأبرز على اليوتيوب في التغطيات الرياضية المكوية، عدسة بازيدان. معي هنا الأستاذ محمد بن حسن الملقب ببن حسن، رئيس فريق الوداد المكي. أستاذ بن حسن، بداية نرحب بك ونمسي عليك عبر عدسة بازيدان على اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم، ونشكركم على هذه التغطية الإعلامية لهذه الدورة الفيتو، ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح في هذه البطولة. أستاذ بن حسن، بداية يعني دورة جميلة، دورة يعني رغم بساطتها يعني لكن ترقى للتطلعات الرياضية في مكة المكرمة. حدثنا عن أبرز يعني انطباعاتك عن هذا الافتتاح وعن البطولة ككل بإذن الله. والله بالنسبة للبطولة هذه أنا لأول مرة أحضر، رغم أنها هي البطولة الثانية، ولكن أشكر الأخ حاسن على دعوته لنا وتوجيهه لنا بحضور الافتتاح. وما لاحظته رغم أن البطولة في العصر والجو حار، لكن ما شاء الله تبارك الله الجمهور حاضر، وأبو رياض حاضر، وأبو فهد، ونتمنى إن شاء الله نجاحه في هذه البطولة وللفرق المشاركة في هذه البطولة، حيث أن أنا لاحظ أن الفرق المشاركة في هذه البطولة هي تتمرن في العصر وبتلعب، عشان كده هي بتلعب الآن في العصرية، لكن ألاحظ أن بعض الفرق اللي تتمرن في الليل ما يوجد أي فريق يشارك فيها. أستاذ بن حسن، يعني قبل قليل كانت هناك حديث وكان ربما هناك إعلام من جانب جعفر مدني عن بذرة لفكرة منتظرة منذ زمن بعيد في مكة المكرمة، وهي عن تكوين اتحاد لفرق مكة المكرمة. كان يتحدث عن هذه الفكرة الأستاذ سلطان السبهاني، حدثنا أكثر عن هذا الأمر أستاذ بن حسن. والله بالنسبة لهذا البرنامج إن شاء الله حيكون بعد العيد، توجه لي دعوة من الأستاذ سلطان أبو فهد ومن الأستاذ أبو سهد، وإن شاء الله هذا حتثمر، حتحقق نتائجات إيجابية إن شاء الله في هذه الدورة، حنكون يد واحدة اتحاد إن شاء الله من رؤساء الأندية القدامى واللي الآن طلعوا بالفرق الجديدة، وإن شاء الله حنعمل ضوابط لهذه الاتحاد، حيث إن شاء الله حنمحي كلمة منتخبات في مكة. إذا ما يكون هناك فريق يتمرن في ملعب ويكون عنده ملعب يتمرن فيه لا يشارك في أي دورة ولا نقبل له أي مشاركة في أي بطولة، وحيكون هناك تنسيق بالنسبة للبطولات. أنت تلاحظ الآن في نفس الأيام هذه تقام ثلاثة بطولات، هنا بطولة فيتو، بطولة تحدي العزيزية في نفس الوقت العصرية، وفي الليلة بطولة روحة. يعني ما هي حلوة أنك أنت لما تقيم ثلاثة بطولات في آن واحد. نتمنى أن يكون هناك في توقيت مناسب لكل بطولة، حتى يحضر الجمهور، حتى يستمتع رؤساء الأندية بالحضور، حتى يكون هناك دعم حتى من رؤساء الأندية اللي ربنا موسع عليهم يدعموا البطولة ويوقفوا مع البطولة. لكن لما تكون في نفس الوقت ثلاثة أربعة بطولات، فأنت فين تتجه أنك تحضر أي مباراة؟ فلازم ان احنا ان شاء الله هذه الدوره بالنسبه للاتحاد الفرق ان شاء الله حيكون بعد العيد مباشره، وان شاء الله حنخرج بايجابيات وحنكون ان شاء الله موافقين عليها، وان شاء الله حنشوف النور ونشوفكم فيها ان شاء الله.